اليومين اللي فاتوا كان في ناس بتتداول كده اعلان قديم كرتون رسوم متحركه من الستينات تقريبا، وكانوا بيقولوا انه ده تفسير احنا ليه المصريين بنقول على الجبنه المثلثات، الجبنه المطبوخه اللي معموله مثلثات وملفوفه في الومنيوم، بنقول عليها نستو. اكيد شفتوا الموضوع ده او حد اخد باله منه يعني. ففهمنا من الاعلان ده، الاعلان الكرتون ده، انه زمان اول ما نزلت الجبنه المثلثات في مصر كان في شركه او في براند او في ماركه اسمها نستو، وبالتالي من ساعتها بنقول على اي جبنه مثلثات مهما كان اسمها ومهما كان ماركتها نقول عليها نستو. الحقيقه انه الاعلان نفسه هو اللي جذاب بقى، مش المعلومه. الاعلان وكل الاعلانات اللي في الفتره دي تدي لك لمحه عن تفاصيل الحياه المصريه في الوقت ده. يعني تلاقي في منتجات كده هم مش بيروجوا للماركة، هم بيروجوا أصلاً للمعنى والفكرة. يعني بيشرحوا للناس يعني إيه شهادة استثمار، يعني إيه لبن متبستر. يعني الناس كلها كانت بتجيب اللبن من اللبان. مجموعة الإعلانات اللي جمعناها من فترة الستينات دي، واللي كان فيه فنان مشهور اسمه مهيب هو اللي بيعملها، هتخليك تضحك طبعاً، إنما كمان تفهم قد إيه الدنيا اتغيرت بشكل مرعب من الستينات لحد دلوقتي. نبتدي بإعلانات مصر للألبان اللي كانت بتعلن عن اللبن المغلف وعن الجبنة النستو. جبنة نستو سهلة تعمليها سندوتش، وجبة كاملة بعدها الواحد ما يجوعش، غير صناعية من الألبان 100%، أنواعها كتير مغذية واقتصادية، وعشان غلفها من الألمونيال التلاجة ما تحتاجش، تخزنيها أيام وشهور تلاقيها طازة ما تخسرش. جبنا نستو انت مصر الألبان، جبنا نستو موجودة في كل مكان، نستو 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 جبنا نستو نستو جبنا نستو جبنا نستو. الغليان عمره ما يقتل كل الميكروب والجراثيم، الغليان يقتل بس الحلو والفيتامين. العلم ساعد الطب في انه يحمي الناس قبل ما تنصاب، وبسطرة الألبان ما تخلي اي نقطة فيه استنعاب، بيخلصها من الجراثيم من غير ما تخسر الفيتامين. لبن مبستر انت مصري الألبان، لبن مبستر تلاقيه في كل مكان، لبن مبستر تشربه في البيت والشارع، من غير غريب لبن مبستر، لبن مبستر يفيدك. تحس انه لبن مبستر ده اختراع يعني، وبالتالي ده صوت صفاء ابو السعود. والفتره دي كانوا بيستخدموا اصوات مغنيين جامدين، عبد العزيز محمود وغيره وغيره، عشان يحطوا الاعلانات دي.